لو عندنا اخطاء تحكيميه بقى تاريخيه، وبجد احنا عملنا فقره لو كان موجود فار في مباراه الاهلي والزمالك او مباراه القمه. موسم 85 كابتن شريف عبد المنعم في مباراه الدور الاول اللي فاز بيها النادي الاهلي 1-0 هدف كابتن علاء ميهوب. لو في فار اعتقد هنشوف التقرير ده ونشوف لعبه مهمه جدا كان ممكن يكون او العاب قرارات كتير هتبقى او قرارات كتير فعلا. نطلع ونشوف الفيديو. الاهلي والزمالك حاجه كانت شرف لاي حد ان هو يبقى موجود جواها يعني، فكانت عندنا اهميه كبيره قوي في التعامل مع هذه المباريات، لان المباريات دي دايما تبقى فيصل في تحديد بطوله. سنه 84 85 كان ليا الشرف طبعا ان انا اكون متواجد، وده كان بعد الحادثه بتاعتي. اتضربنا كتير قوي في الماتش ده. يعني مش عايز اقول لك، يعني انا وعلاء ميهوب وكل من كان اي حد بيخش يروح ناحيه عادل مأمور كان بينوم الحب من الحب يعني شويه كده كعيان رد فعل، فكان في عصبيه بتبقى موجوده وده بيبقى شيء طبيعي يعني، بس اللي هي توصل ان الحكم يشوف الكلام ده واهداف مش اوفسايد مثلا وما تحسبش، وبيبقى مجهود كبير وفي فنيات عاليه جدا في الاداء. حرام ان انت تتحرم من حاجه زي كده، انما لو كان في فار بقى وكنا هناخد حقنا وزياده يعني. هتلاقيني انا بحاول اقطع الكوره عشان مصطفى عبده عامل لي كوره عرضيه اخدها قبل ما تروح لعادل مأمور، الباك اصلا بيمنعني، وبعد كده انا اخش عشان اروح الاقي العمليه جاهزه بالنسبه لي في اصابه بالكوع. وانا مش يعني مش من اللعيبه اللي كنت بدعي الاصابه يعني، انا كنت لعيب اصلا ما لو هقع يبقى في سبب يعني، فكان كوع جميل قوي يعني. بس هو حبيبي كده كده عادل مأمور يعني. لما يبقى في تناغم بين اللعيبه وفي مجهود كبير وفي ثقه وفي سهوله في فهم الاخرين يعني، انا بقى عارف امكانيات علاء ميهوب شكلها عامل ازاي، وربيع وعامر وكل الفرقه بتبقى عارفه امكانيات شريف عبد المنعم ايه، فتسليم الكرة والتسلم واللعب بالعينين والحاجات دي كانت من سمات الجيل ده. كنا لعيبه حافظين بعض كويس قوي ومحترمين امكانيات بعض كويس قوي. الحاله بتاعت مباراه غزل السويس دي كوم تاني خالص يعني. احنا كنا متقدمين 2-0 في المباراه دي، وتاني تايم نزلنا في اول ربع ساعه كابتن خطيب لعب لي سو باس فراوغت، عديت من اخر اتنين في الملعب ورحت على حارس المرمى عملت نفسي هحطها، ورحت مقعده ومرقصه، وانا جاي لقيت رزق جاي لي، الديفندر اللي انا مرقصه جاي تاني جري عايز يقطع كرة تاني، رحت مفوته تاني، راح رايح مع الجون في الناحيه التانيه، ورحت حاطط الجون، جون مارادوني يعني، مش كل يوم بتتحقق الحكايه دي، وراجع وبرفع ايدي لفوق وايه وجون ومش عارف ايه، وخطيب بيحضني وبرافو وشويه الاقي كابتن رزق شحاته كان حاكم المباراه طلع لي انذار وبيلغي الهدف، واحنا مش فاهمين ليه، هو لغى على اي اساس؟ ولا في رايه اترفعت ولا في اي حاجه، انا مش عارف. وبعدين اللي جنني بقى الصبح افتح الجورنال كده الاقي استاذ اسماعيل باري في قسم رياضي في الاهرام عباس لبيب الاول قال انا لن اتكلم في هذا الهدف. ويطلع اسماعيل باري يقول المباراه والاهلي كان متقدم 2-0 وكان لابد ان يكون فايز 3-0 لان شريف عبد المنعم يحرز هدف عالمي جميل جدا، ازاي الحكم يلغي هدف زي ده وازاي الراجل لا فيه اوف سايت ولا فيه اي حاجه، ويعني اشاد بالهدف. وشوف بقى ما يعني يبقى كاتب كبير زي اسماعيل باري وبيقول رساله للناس كلها ان لا في تعصب ولا في اي حاجه، هي دي الحياه اللي احنا كنا عايشينها الحقيقه. كان يجي الاستاذ ناصف سليم يقعد معانا هنا في النادي مع الاستاذ عبد المجيد نعمان وبتاع، فكان عندنا حاجات جميله قوي غير اللي بتحصل في الملعب وبره الملعب كمان. ان شاء الله تبقى الفقره دي معانا بشكل مستمر، لان الاخطاء كتير لو كان في فار ونوضح للناس مين اللي بيغلط او الاخطاء التحكيميه بتيجي على مين. اعتقد المباراه دي للامانه اتلغى فيها هدف للكابتن جمال عبد الحميد، بس كان قصاده كميه اخطاء للنادي الاهلي محدش بيذكرها، احنا بنذكر فقط الهدف بتاع جمال عبد الحميد. مباراه السويس اللي اتكلم عنها الكابتن طبعا شريف بتتكلم عن مباراه في دوري انتهى او تم حسمه بهدف اعتباري لصالح نادي الزمالك، هدف بس من دول او الهدف ده
كان وجه الدوري للنادي الاهلي. اتمنى ان الناس تبقى شايفه كويس جدا ازاي النادي الاهلي بيتعرض لاخطاء تحكيميه.